صباح الخير، طالع على طوكيو دلوقتي الساعة 12 تلت، القطر الساعة 1:10، فإن شاء الله نشوفكم في طوكيو. طبعا اللي متابعني عارف إن أنا رايح عشان خاطر المدرسة بتاعت اللغة، فربنا يسهل، ابقوا معنا. ولكن يا ريت يعني لو هيعجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ولو مش اشترك في القناة اشترك في القناة، ويلا بينا على طوكيو. وايد رايحين على محطة شين كانسن بين شين وساكا. عايز اوريكم برضو القطر من جوه عامل ازاي الشين كانسن. هتلاقي فيه حمامات اهوت وبيت، حمامات نظيفة برضه. وصلت محطة طوكيو بعد حوالي ساعتين ونص من أوساكا. هو ده القطر الشينكانسن، ودي محطة طوكيو. دلوقتي هطلع على الفندق بتاعي احط الشنطة وانزل اقابل الطالب المصري. جعان وعايز انام، ما نمتش من امبارح، وصلت امبارح خلصت الشغل الساعة 6 الصبح النهارده، وبعد كده جيت انام ما قدرتش انام. والقطر بتاعي طبعا الساعة 2 الظهر، فعايز انام وجعان. بس الأول زي ما قلت لك هطلع على المصري، الطالب المصري اللي اتعشى معاه النهارده، وعشان بكره بقى يبقى جاهزين للمدرسة. يا ريت بقى ايه تقدروا تعبي. لو انت اشترك في القناة اشترك في القناة، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك. مرحبا بكم في طوكيو. طوكيو زحمة، المصري مستنيني اهوت، هو مش شايفني. عايز اروح ايه، هو ده الطالب يا جماعة اللي هو بيدرس هنا في اليابان، لسه واصل بقاله شهر. ايه يا نجم؟ هنا عامل ايه؟ هو ده معلم، هو ده محمد. وحشني والله. انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ لولا الكورونا كنت خدت حضن ابن لذينة. كنا لسه في مصر من تاني في رمضان اللي فات، صح؟ اه، واتسحرنا سوا والله. رمسيس كان يوم والله العظيم، كان اخر يوم كان ليا انا في اليابان قبل ما ارجع اليابان. صح؟ ايوه صح. اتقابلنا وبعد كده قال لي هشوفك في اليابان، قلت له مش مصدقك، ودلوقتي اهو احنا في اليابان. دريم كومز ترو. ماشي يا جماعه، هنروح دلوقتي نتعشى، هنروح منطقه شعبيه في وينو، حلو، نتعشى وبعد كده ايه ننهي الفيديو هناك. الراجل ده يا جدعان اقسم بالله فوق الصح، عشان ربنا يحاسبني. وبعد كده ايه هنروح نتعشى ونعمل لكم لايف من هناك برضه، نتكلم من هناك وننهي الفيديو من هناك، وبكره انتظرونا في فيديو المدرسه. سلام. يلا طبعا جينا السوق الشعبي هنا في اوينو، تيجي زي ما انت عايز. بس هنا ايه المشكله، المنطقه دي معظمها سنيين، فهتلاقي معظمها اكل خنزير. معنا نشوف ايه اكل حلال. في مطعم قدام هنا اهو على اليمين اهو، بص عليه، وادي الحلال اهوت. هتلاقي ماي تشيكن. اه برادر، هي دي المونجا بتاع طوكيو. 10 اكله في طوكيو المونجا. بسم الله. مونجا تودينا يوم حلو. ايه رايك في اليوم النهارده؟ عالمي والله. قابلتنا وقابلنا ناس والله العظيم. ايامك وقابلنا ناس مزه وقابلنا اللي بقى لي اهو، شوف قد ايه والله كئيبة، حياة كئيبة اقسم بالله. وقابلنا برضه ناس مصريين. والله تعرفنا ناس مصريين برضه محترمين، محترمين جدا. المهم هو ده النهارده، دي كده مقدمه عن الفيديوهات اللي انا هقدمها عن موضوع المدرسه. فحبيت بس كده اوريكم ايه الحياه في طوكيو، وانا جيت ازاي، والموضوع ده كله. وبعد كده ان شاء الله انتظرونا الفيديو القادم من المدرسه.
من جوه مع المدير من قلب الحدث من قلب الحدث الطلبه بقى والحياه بقى هيوريك كل حاجه زي ما قلت لك ده بس ايه كده جوه ده فيديو كده فيديو ده هطلع لكم المديره نتحدى حد في اليابان كلها يعمل الكلام ده الراجل ده بيعمل معاكم احلى وقت ده فيديو كده ايه تحفيزي وما تنساش لو انت مشترك في القناه شارك في القناه ولو الفيديو عجبك ما تنساش لايك اهم حاجه السبسكرايب علشان علشان الفيديوهين لا استنى عشان الفيديوهين اللي جايين اقوياء جدا فيديو من المدرسه وفيديو هوريك هو عايش ازاي حياته عامله ازاي حاجه نادره يعني بص لف براحتك فانتظرونا يلا السلام عليكم